اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه سهله مبسطه باش تصايبوا تيراميسو بحلوه ديال الشوكولا. هذا التقديم ديالها ملي كملتها في التزيين وكل شيء. هي سهله، كتبغي غير شويه الخاطر وشويه ديال الصبر. المقادير ديالها ما صعيباش بزاف. نبداو باذن الله نصايبوا الفيديو. اول حاجه غادي نحتاجو هي اون باز ديال كيك او شوكولا، حلوه الشوكولات جينواز. راه كاين فيديو، يمكن كاين جوج لي فيديو عندي فين درت لا باز صايبتها من الاول باش ما نعاودوش نضيعوا الوقت نصايبوا حلوه الشوكولات. انا وجدتها، كاين كما قلت جوج ديال لي فيديو، ترجعوا تشوفوا حلوه الشوكولات لا باز اللي ديرو. واللي عندها شي باز ديال حلوه الشوكولات كتعجبها وكتصدق ليها تصايبها. المهم هو التزيين ولا كريم اللي غادي نصايبو. انا غادي نقسمها على ثلاثه ديال الطاوات وغادي نطيبهم. شعلت الفرن على درجه 350، بغيتهم يجيو. غادي ندير ثلاثه ديال الطبقات، ما كنبغيش انا نصايب حلوه كبيره ومقطعه، ما كتجيش مزيانه هكا حسن. الطاوات درت لهم الزبده والدقيق، غادي نقسم عليهم الخليط متساوي، غادي ندخلهم كيف قلت الفران على درجه 350 يطيبوا حتى يتنفخوا شويه ونقلبهم بالقطب نلقاهم طيبوا ونخرجهم. دابا غادي نصايبوا الكريمه ديالنا اللي غنديروا في هذه الحلوه. كيف قلنا هي على شكل تيراميسو ولكن بالكيك ديال الشوكولات ماشي بلي بسكوي. غادي نحتاجوا هنايا واحد الباكيه ديال كريم تشيز فيلادلفيا كريم تشيز، غنحتاجوا كريم باتيسير، غنحتاجوا الويب كريم، كريم فريش، القهوه والكاكاو. انا عندي الكريم باتيسير فيه السكر والكريم فريش طالع بالسكر، يعني ما غاديش نزيد السكر. نخدموا هاد كريم تشيز، غادي نبقاو نزيدو الكاكاو تدريجيا حتى نشوفو اللون اللي حنا بغينا. هادي بحال غادي تقولو كريم ديال الموكا. الكاكاو لا ضروري تغربلوه باش ما يتحببش لينا. غادي ندير شويه ديال القهوه، غادي نزيدو دابا هذاك الكريم باتيسير. هاد الكومبيناسيون زعما الخليط ديال الكريم باتيسير مع الكريم فريش مع هاد الكريم تشيز يجي زوين بزاف. لا كريم كتجي لذيذة موكا. غادي نزيدو الكريم فريش تقريبا 4 ديال المعالق كبار. انا كنشريه جاهز ولكن تقدروا تطلعوه في الدار. الكريمه ديالنا ها هي وجدات، كتجي بحال هكايا المذاق ديالها ديال الموكا. دابا غادي نزينو الكيك ديالنا. غادي نمونطيو الكيك في الصحن اللي غادي نقدموها فيه. غادي نحيدو ليهم الكيك كلها، غنحيدو لها داك الفوقاني باش نقادوها هكا. اولا غادي نفزكوها بالقهوه، قهوه تكون طلعتو قهوه تكون قاصحه شويه، وحتى الا كانت قهوه فيها مذاق فليفر كتكون مزيانه، وتخليوها تبرد باش تستعملوها بارده. غادي نفزكو مزيان بالقهوه، راه نفس الطريقه ديال التيراميسو، غير هي التيراميسو بالحلوه ديال الشوكولات ماشي بلي بسكوي كيف قلنا. غادي نديرو كريمه، هاد الكريمه ديالنا ما غاديش نخرجوها لبرا، غادي تبقى غير لداخل. قادوها مزيان، غادي نحطهم فوقها طبقه اخرى عجين اخرى. تقطعت لي من هنا شويه ما معليش، داكشي اش درتها الوسط
غادي نضغطو غير شويه ماشي بزاف، علاش؟ غير باش تقاد، ملي كنضغطو غير غادي نقادو الكريم من تحتها، ما بغيناش يخرج لينا بزاف من الجناب. نديرو عاوتاني القهوه هكذا، خصها تشرب القهوه مزيان باش تجي مويست، تجي رطبه ما تجيش ناشفه. ونزيدو عاود لا كريم من الفوق، كيف قلت ما غاديش نغطيها من الجناب، غادي تبقى هكا كيجي المنظر ديالها زوين. نزيدو الطبقه الثالثه غير بشويه، قادو نضغطو غير شي شويه كيف قلت، غير باش نقادو ليكيليبر ديال الكيك، ما بغيناش نخرجوا الكريم بزاف من الجناب. غادي نزيدو القهوه عاوتاني، الى جاكم انا حيت عندي لا كريم كان مصايب في الفريكو، يلا هذه يومين استعملت لواحد الكيك اخرى، وداك الخليط اللي درت راه زدتو عليه، الى جاكم قليل حاولوا تصايبوا الدوبل ديال المقدار على حسب شحال بغيتوا لا كريم. كاين اللي كيدير لا كريم غير واحد الطبقه رقيقه، انا كثرت، كيجي زوين هاد لاكريم ديال الموكا وكيعلي لينا الحلوه، ما تبقاش رقيقه بزاف. دابا غادي نديرو ليها لا بودغ ديال الكاكاو بحال هكا، نغطيوها كامله. عندي هادو معلقات ديال الشكلاط، غادي نحطهم هكا من الفوق، بحال هكا. دابا غادي ندير ليها شويه ديال البيستاش، غندورو هكا نزوقها، هاد اللون ديال الاخضر كيبان زوين مع البني ديال الكاكاو. غادي ندير ليها هاد الفريزه هنايا، حليتها بالموس هكذا.